تحياتنا الخالصة لنهيلة بنزينة، شرفت المغرب وشرفت المسلمين. أول مشاركة في كأس العالم تكون محجبة، ترتدي الزي الإسلامي والحجاب علشان تضرب مثل لكل النساء في العالم، وخاصة في عالمنا العربي والإسلامي، إن الحجاب لا يعيق في التفوق، لا يعيق في نجاح المرأة. بالعكس، كسبت احترام 2 مليار مسلم حول العالم، كسبت احترامهم، كسبت احترام زملائها، كسبت احترام المغاربة والعرب والمسلمين في شتى بقاع الأرض. انت النهاردة شرفت المسلمين بجد، مش المغرب بس، شرفت العرب بجد، مش المغرب بس، شرفتينا كلنا، وكنت مثال يحتذى به، ونوصي أولادنا اتبعوا خطاكي وتكوني قدوة لكل امرأة تتمسك بحجابها مهما كان، ولا يعيقها عن تفوقها واحترامها للناس، حبها وتمسكها بدينها وبزيها اللي تربت عليه واللي ربوها أهلها عليه. بجد تحية ليكي، تحية لأهلك اللي ربوكي، تحية لكل المغاربة، تحية للمنتخب المغربي اللي قدم مباراة أمام كوريا يا جماعة في فن لعب كرة القدم. كنت بتفرج على الماتش، بجد مش بنات اللي بتلعب، فنيات عالية تبارك الله ما شاء الله عليهم. نستناكم إن شاء الله في مباراة كولومبيا، إن شاء الله تدوزوا للدور الثاني، ولو ما دوزتوش إحنا فخورين بيكم ورافعين راسنا فوق، عشان انتوا مش بتمثلوا المغرب بس، لا بتمثلوا العرب بس، انتوا بتمثلوا المسلمين في شتى بقاع الأرض. تحية ليكي نهيلة بنزينة، وتحية لأهلك، وتحية لكل المغرب. النهاردة حبيت أصور من وسط الطبيعة المغربية والمنظر الخلاب اللي وراي، عشان نقول للمغرب مرة تانية، ونشكر المغاربة المغربيات المرة دي على الإنجاز التاريخي اللي حققوه بعد ما حقق منتخب المغرب كأس العالم للكبار لكرة القدم في قطر، إنجاز غير مسبوق للعرب والمسلمين. النهاردة يحقق المنتخب النسوي في كأس العالم أيضا، حقق كذا إنجاز ورا بعض، كذا إنجاز تبارك الله ما شاء الله. أول رقم قياسي، أول منتخب عربي يشارك في كأس العالم للكرة النسائية، أول امرأة عربية مسلمة تسجل في نهائيات كأس العالم في بطولة دولية، في أكبر بطولة دولية لكرة القدم النسائية في العالم، هي ابتسام المغربية. أما لو حكينا بقى على مظهر المرأة المسلمة، فأكيد يبقى بنتكلم على بنزيما أو بنزينة، البنت المغربية. خلتنا نتساءل، بنقول بنعرف أن الزي الإسلامي والتدين المظهر الديني الإسلامي لا خجل منه، ولا زي ما الناس بعض الناس بتسوق له أن هو يعيقك عن النجاح ويعيقك عن التفوق. بالعكس، سكت بمظهرها الإسلامي الديني اللي تربت عليه، ونجحت وشاركت مع منتخبها وفرضت وجودها، أدت مباراة رائعة في الدفاع. بجد النهاردة فخر لكل مغربي ومغربية، فخر لكل عربي وعربية، فخر لكل مسلم في العالم أو على سطح الكرة الأرضية. بنت مسلمة بزيها الديني وزيها الإسلامي قدرت ترفع شأننا كمسلمين، لم يعقها الحجاب في إن هي تشارك مع منتخب بلدها، لم يعقها الحجاب في إن هي تكون متفوقة ومتميزة، لم يعقها الحجاب في إن هي تمثل بلدها وترفع راية بلدها عالي، لم تخجل من الحجاب، وأصرت هي على عدم خلع حجابها اللي ربوها عليه أبائها وأجدادها، تمسكت بتعاليم دينها في ظل كل الصعوبات اللي قابلتها عشان توصل للمكانة اللي هي فيها، ولكن أعطت درس لكل واحدة ولكل بنت ولكل امرأة بتقول إن ممكن يكون الحجاب أو اللبس الديني أو التمسك بتعاليم ديننا الحنيف يسبب إعاقة في النجاح أو في الشهرة. أصبحت أشهر محجبة ابتدت الحجاب ومثلت بلدها ومثلت العرب ومثلت المسلمين في أكبر بطولة في كرة القدم في العالم. النهاردة برغم إن المنتخب المغربي خسر بستة أهداف من ألمانيا في المباراة الأولى، إلى أنه النهاردة قدر أن هو يتغلب على كوريا المصنفة 17 على العالم، فريق قوي وعمل مباراة رائعة الصراحة. وإن شاء الله بإذن الله، بالرغم أن مباراة كولومبيا هتكون صعبة وصعبة جدا، لأن كولومبيا
كسبت كوريا وكسبت ألمانيا، وبالرغم من ذلك هننتظر من المنتخب المغربي يقدم لنا مباراة تليق باسم وتيشيرت المنتخب المغربي، وهنستنى منه إن شاء الله بإذن الله إن هو يقدم لنا كورة جميلة، فنيات عالية، أخلاق زي مباراة كوريا اللي قدر يقدم فيها كورة جميلة جدا. وإن شاء الله نتمنى إن هو يفوز على كولومبيا ويقدر يصعد للدور الثاني، ولو ما صعدش فيكفيه شرف أنه أول منتخب عربي يمثل العرب والمسلمين في كأس العالم للسيدات. يكفي المغاربة فخرا لأن ابتسام هي أول عربية مسلمة تحرز هدف في كأس العالم للسيدات، ويكفي أيضا بنزينة أنها أول امرأة مغربية عربية مسلمة تمثل المسلمين وترتدي حجابها وترتدي الزي الإسلامي في مباريات كأس العالم، أكبر بطولة على مستوى العالم في كرة القدم. أنا كمسلم وكعربي وكمصري مغربي أقول لك أنت مثلتينا أجمل وأحسن تمثيل، وبجد زي ما المنتخب الكبير في كأس العالم ضرب كل مقاييس التربية والأخلاق والأسرة، عملوا حاجات كتير أثرت في العالم وعرفتهم يعني إيه إسلام ويعني إيه مسلمين. أنت النهاردة وصلتي الرسالة وأديتي اللي عليكي، وإحنا بنكنلك كل تقدير وكل احترام. تحياتنا ليكي وتحياتنا للأبوآت الأطلس ولكل المنتخب المغربي ولكل المجتمع المغربي برجاله ونساء. شكراً.